ليش ما بتقراش فوزي؟ ما بقراش لأني بلعب فوتبول. يعني مشان سنة بظني محبوس سوان بين شيك يصوروا غالي زلمة. عندي دراسة أهم شيء هم. طيب هون يعني اسمي لاجئ حتى لو أخذ شهادة. يعني بس تلعب تتابع التلفزيون بتجيب بابا؟ والناس كلها بس تعرفني مجبور هون بجيب بابا. طيب يعني شو بدي أقول للفريق يعني؟ أقول لهم فوزي وين؟ خلص ركزوا يسووه شيل لك الفريق خلص قول لهم فوزي مات فوزي دعس. يوم صار اسمي لاجئ سلبت مني كل الفرص. ولكن لا أسمح أن تسلب مني أحلامي.